صح السلام عليكم سميتي كربي سمير كنت في منطقه ديال الهروين في عمري في عمري 33 عام كنت خدام نجار عادي بخير وعلى خير كنت صحيح في الصيح بيتشي شي حاجه وقع لي هذا المشكل بسبب السخانه هي درت لي هذا المشكل هذا ست ست شهور دوزتها كلها عذاب في السبيطارات وفي سبب السخانه في الشمس انا خدمي الخدمه ديالي في تنجار كنت خدام نجار وقع لي هذا المشكل في الشمس كنت برا على الشانطي ضربتني السخانه ما حسيتش بها ديك الساعه حتى جيت للدار دوشت في العشيه تزاد عليا الحال في سن 19 عام دابا في عمري 33 عام مده كامله في واحد المعاناه كثيره مع الوالده مسكينه والوالدين انا كنت خدام عليهم هانتوما كما كتشوفوا الحاله ديالي من رجلي وتشلت من إيديهم رجلي بجوج واحد معاناة كثيره مع الوالده مسكينه من ميريزكو كتبات على برا كيجريو على الممرضين كتبات على برا على قبلي ومسكينه ما نكذبش عليك اختي هي اللي بقات مقابله هاد المده كامله مسكينه لحد الان هي كتحبي كتبيعها حوايج ديال البال كتخدم من الجوطيه بحال هكا كتسبنهم وتعاود فيهم البيع والوالد ديالي مساكن دابا مسكينه عيات ما بقاتش عندها الصحه باش غادا تجري عليا ولا تجري على راسها ولا عندي خوتي عندي واحد الاخ تاني خويا مريض مرض نفساني كيكون على برا وعندي خوتي مجوجين كله المحل ديالو كله قابل وليداتو اه كتبقى في امي بزاف كتبقى في امي بزاف هي والوالد ديالي بزاف تعذبت عليا بزاف ماشي تعذبت عليا واحد المعاناه كثيره لان من الاجل كتبات على برا على قبلي في السبيطارات شحال كتجري بيا جيبي هادي ديري هادي شحال ديال السكانيرات شحال ديال ما خلات فين جرات بيا فيما قالوا لها مسكينه كتمشي كتديني بعض المرات ما كتبغيش تجي لابينانس تدخل هنا على قبل هذه المنطقه في كنسكن هنا في هذه المنطقه ديال الهراوين بعض المرات كنت كنطلبوا غير الجيران شي واحد عنده هوندا ولا شي حاجه هو اللي كيهزوني في الكاشه ديك الساعه ما كنتش كنتحرك بحال ما كيهزوني في الكاشه كيطلعوني عاده باش كيديوني للسبيطار فين فين غادي واحد المعاناه كثيره عانيتها بزاف <applause> اه كنت خدام بخير وعلى خير دابا ما عليك بعد المرات كنخرج بحال ما كاندير بيع و ديال التقيشرات بحال ماكا ولا ولكن اختي عيت ما بقيتش كديت عيت عيت حتى الواليده مسكينه عيات لحد الان دابا انا باقي مريض عندي واحد الورك كيضرني بزاف في الرجل ديالي اليسريه كيضرني وما كنخرج غير غبز غير الوالده ديالي مسكينه هي اللي مقابلاني في كامل غير الوالدة ديالي والاخت ديالي غير مره مره كتجي مره مره كتجي بحال ما الا جات تقابل انا ساكن غير انا وعاد بن انا والوالدين بجوج واحد الاخ ديالي راه مريض برا هو مرض نفساني هذاك آه كنت كنتمنى من الله ومن المحسنين يزمع يشوفوا من الحاله ديالي انا اختي عيت ما بقيتش قديت نخرج بحال ما الشارع نبيع كنينيكس او نبيع تقاشر عييت بين الشيادة هذا طول بزاف وانا كنتمنى من الله والمحسنين بغيت غير شي مشروع يكون صغير وكنتمنى شي موتور ولا شي كريريسا ديال الضو اللي تعاوني لان كنسكن انا فهاد البلاصه هنايا واعره بزاف راه هاد الاخ هذا كيعرف فين ساكن وشنو المعاناه اللي كنعاني هنايا عرفتي في وقت الشتاء ما كان كنخرجش بزاف لان هنا كيولوا ويدان ماشي حاشاكم بعد الحفار هنايا والطريق كلها مكرفصه كنعاني بزاف, بزاف أنتي إدي وصباعي كلهم طابولية بسبب هذيك الكروسه اللي كان نضل ندفع بها بحال